متحدث حملة تمرد ضد قانون الأسرة، إيه اللي مش عاجبك في القانون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. صدق الله العظيم. الحقيقة أنا في حالة من الاستغراب والاستنكار الشديد، يعني من الكلام اللي بسمعه. أنا ما أعرفش الأساتذة، أنا أول مرة أشوفهم، ما فيش أي مشكلة بيني وبينهم، بس الخلاف. ما سمعتش عن حملة حقك فين؟ الخلاف لا، الحقيقة لا، أول مرة بصراحة، أول مرة بصراحة حقك أسمع أول مرة حضرتك أسمع حملة زي كده. حملة لمناصرة الزوجة والحاضنة، اسمها حقك فين؟ الحقيقة أنا أول مرة أسمع الأمهات الحاضنات، أول مرة يا فندم أسمع عن الكلام دوت خالص. والحقيقة أنا في حالة من الاستغراب الشديد جدا، وأنا يعني مش متخيل إن إحنا قاعدين، إحنا مش متخيلين حضرتك، يعني أنا يعني مش متخيل إن إحنا قاعدين النهاردة تمام عشان نناقش مدى أحقية الأب وعائلته في موضوع الاستحاب والمعايشة اللي هو الدارج لاسم الاستضافة، واللي أنا شخصياً بتحفظ على لفظ الاستضافة دوت. أنا بقول الاستحاب والمعايشة على طول. أنا بستغرب جداً إن إحنا قاعدين لحد النهاردة تمام بنناقش مدى حقية الأب وعائلته في موضوع الاستحاب والمعايشة. الموضوع يعني بقى غريب ومثير للاشمئزاز. الزوجة اللي ربطت طفلها، ما أنا هقول لسيادتك، هقول لسيادتك الموضوع بقى مثير للاشمئزاز. عشان نقعد احنا هنا حضرتك، شايف يا فندم الصورة عشان نقعد دي؟ عشان نقعد حضرتك، أنا اللي مديلهم الصورة دي، حضرتك اللي وصلك، أنا اللي مديلهم الصورة دي. كلب ما بعملش فيه كده. أنا بقول لحضرتك عشان دلوقتي نقعد، عشان نقعد في مصر. والله أنا مربية كلب وعندي كلب ما بعملش فيه. عشان نقعد في مصر لحد هذه لحظة ناقش مدى حقية الأب في الاستحاب والمعايشة لأبنائه في مرحلة ما بعد الانفصال، ده يدل على إن احنا متأخرين جدا في مصر. عشان أسمع إن في قانون دلوقتي بيسن في سويسرا لحقوق الحيوانات في مرحلة ما بعد الانفصال، من له الحق في إن هو يحصل على الحيوان عشان هو يبقى الأولى بالرعاية فيه في مرحلة ما بعد الانفصال؟ يا عم حيوان. القوانين دي، القوانين دي، لا ما هي القوانين دي حضرتك، دي أماكن الرؤية. القوانين دي حضرتك بتطبق في بلاد إسلام بلا مسلمين، ده بيتعمل في سويسرا. إحنا هنا عندنا في مصر مش عارفين نطبق مع الإنسان حاجة زي كده. للأسف الشديد، للأسف الشديد، الصور دي صور أماكن الرؤية في مركز شباب الوفاء والأمل في الهرم، أنظف حتة في مصر تمام. دي صور المكان اللي الآباء بيروحوا يقابلوا اولادهم في الصرف الصحي ضارب على الارض، مكان ما فيش فيه اي اضاءه، مكان سيء للغايه. عشان يبقى عندنا 9 مليون طفل شقاق في مصر او طفل طلاق لحد دلوقتي ايتام وابائهم على قيد الحياه. استاذ عمرو ده رقم صحيح؟ الدوله هنا بتتخاذل ومش عايزه توصل للحل السليم. 9 مليون يا فندم وفقا للاحصائيات اللي طالعه من الجهاز، يعني عندنا 9 مليون مختل نفسيا او يعني هيبقى عنده مضطرب. خليني اشكرك على ازاي بتطلع لي اعلان في التي في مضطرب نفسيا بسبب هذا. ازاي بتطلع لي اعلان في التي في تقول لي اقفل طفل يتيم؟ في عندك 9 مليون طفل يتيم في مصر ابائهم على قيد الحياه، مع ان هم ابائهم موجودين. قصه المشاكل ان هي مش عارفين نقنن موضوع الاستحاب والمعايشه، دي مش مشكله الاطفال ولا مشكله الاباء ولا عائلاتهم خالص. القانون الجديد والمقترح الجديد اللي حزب الوفد بقياده الدكتور المحترم محمد فؤاد نزله، حاطط فيه بنود جميله جدا. الحفاظ على حق الطفل وحق الحاضن، والحاضن زي ما انتم عارفين ممكن يكون اب وممكن يكون ام، لان احنا معانا ستات كتيره جدا بتطالب بالاستحاب والمعايشه، لان الاب هو اللي معاه الاولاد. طيب فاحنا مش مشكله ستات ورجاله، احنا عايزين نعمل البالانس اللي موجود في المجتمع يرجع العدالة. في حاله من الخلل موجوده. أكيد. احنا عايزين نعالج هذا طيب. الخلل. بعد اذنكم، انا ما عندناش مشاكل مع اي حد. معايا مداخلات كتير وحق الناس ان هم تشارك.